لما تتأخر في الحمام بسبب التليفون وامك تقفشك. خد يا رايح فين؟ انا داخل الحمام يا ماما. طب ما تتأخرش في الحمام عشان عايز اعمل حمام. حاضر يا ماما مش هتأخر، دقيقة واحدة بس. الله يخرب بيت امك، اتأخرت ليه كده؟ يا دلع يا اتخطف. لا اتأخر او بجد. لا انا اخش عليه الحمام اشوفه بيعمل ايه. لا ابدأ جولة. هو ده بقى اللي بتعمل حمام؟ طب اعمل ايه يا ماما؟ في قلب محشور جوه. الله يخرب بيت امك. ابدأ جولة جديدة اهو. معاها عزرت بقى.